اليوم رح نحكي عن موضوع طبي كتير مهم، كتير من الأشخاص بيعانوا من ألم شديد في إبهام القدم. هيدا الألم ممكن يكون حرارة عالية أو ممكن يكون حساسية أو انتفاخ بأصبع القدم، ممكن هيدا يكون حالة أو نوبة من داء النقرس أو التهاب المفاصل. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر بفقرتنا الطبية لليوم، معنا الدكتور جهاد الحاج إبراهيم، أخصائي في الجراحة العظمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا دكتور جهاد. خلينا نبلش محاضرتك وتقدم لنا هيك فكرة بسيطة، خلينا نعرف الناس النقرس شو المقصود فيه. هلا حكينا شوي هيك معلومات بسيطة، ولكن طبيا ما المقصود بمرض النقرس؟ هلا مرض النقرس هو مرض موجود عند كثير عالم الحقيقة، ممكن يكون يعني موجود عند عالم ما بتعرف هالشيء. هذا هو عبارة عن تراكم بلورات اليوريك الموجودة في الجسم، عدم طرحها عن طريق الكلية. هي طبيعية موجودة بالجسم، تتكسر هالبلورات هي بتطرح، لكن في بعض الأحيان بصير تراكم في الجسم ما بصير طرح إلها، فبتأدي إلى بتصير عبارة عن بلورات بتروح بتترسب في مناطق بالمفاصل. اختيار أكثر شيء مثل ما تفضلتي قبل شوي هو الباهم، هو هذا المفصل الباهم القدم أكثر المفاصل اللي هو بحب يقعد هنيك هالبلورات هي. هلا هو كان يسموه مرض داء الملوك. سببه هو الحقيقة أنه نتيجة أكل كميات كبيرة من اللحوم الحمراء التي تؤدي. أي نعم. فبصير هالترسبات الموجودة في الجسم. طبعا الآلام هي نتيجة الترسبات بسبب حالات التهابية وألم. هلا الاعراض بتظهر عندنا هي احمرار والم، مريض بيبرك ما بيعود يحسن يمشي، الم شديد وزمي، احمرار، اعراض حاده لداء النقرس، بتيجي هجمه نقرس مؤلمه جدا، مريض ما بيحسن يتحرك بنوب. بس هي الاعراض بتكون فينا نقول انه لما توصل لهي الدرجه بتكون في اعراض سابقه، لانه نحن كلياتنا بتلاقي ثقافه الذهاب الى الدكتور هي اخر مرحله، واستشارته بتقول لك انه الم محمول يعني بعده مو كل هالقد. دغري بتبلش هيك باعراض الم شديد، ولا ممكن يبلش تدريجيا الناس تنتبه له قبل ما نبلش بنوبات شديده الخطوره؟ هلا هو هذا بصير عند مرضى النقرس. المرضى اللي عندهم داء نقرس، هلا هي ببلش طبعا بالام مفاصل مثل ما قلنا قبل شوي، بيختار مفصل الباهم. على ما يوصل لهالمرحله هي بيكون المريض عرف حاله انه عنده نقرس. طبعا ببلش بآلام بسيطة، احمرار في بعض المفاصل، ممكن مفصل الركبة، ممكن مفصل المرفق، ولكن اختياره للباهم مثل ما قلنا هو يعني خاص بهالموقع هذا. هلا ببلش بآلام بسيطة، انزعاج، وقت اللي بيكون وصل لمرحلة الوزمة والاحمرار والعجز عند المريض، هذا بيكون عندي أنا هدول مرضى النقرس. كل إنسان ممكن أنه يكون عنده ارتفاع بعض الأحيان حمض البول عارض، عارض مؤقت نتيجة أكل معينة، نتيجة قلة حركة، نتيجة هذا بنسميه عارض. أما مرضى النقرس وقت بوصل للمرحلة صار مريض نقرس اسمه، هو بيعرف حاله. هو بيعرف حاله مريض نقرس، أنا مريض نقرس. رغم أنه بيعرف حاله كمان هو يعني ما بدير باله، فبصير عنده الهجمات، نتيجة الهجمات بتيجي نتيجة تراكم بلورات اليوريك في الجسم ما بتنطرح، بتروح على المفاصل. طيب شو العوامل اللي بتحفز أو عوامل الخطورة مع مرضى النقرس؟ يعني هل فقط هي نوعية الغذاء اللي بتأثر، ولا في إجراءات معينة طبعا بياخدها المريض النقرس بالتعاون مع الطبيب لحتى يصير في عنده لايف ستايل مثل ما بنقول حتى يخفف من هاي الهجمات كمريض نقرس؟ هلا السبب الأساسي هو الحقيقة الأكل. يعني هي بيجي عن تراكم الحال اللحوم الحمراء، الطونة، البقول، البقول رقم واحد، الفول، الحمص، الفتة، التسقية، الفلافل، هي من المواد البروتين الزايد يعني. بالضبط بالضبط، هي هي المواد اللي بيصير عندي أنا تراكم عدم طرحها عن طريق الكلية، فبتأدي إلى تراكم. بعض الأحيان بصير عندي حصيات نحن بسموها بالكلية، ولكن في مراحل متقدمة، هي عبارة عن تكشير هالبلورات هي، بتروح وبتصير عندنا، هي عبارة عن بلورات إزازات شطوح شائزة، بتروح على المفصل وبتسوي مثل الطفرة، مثل الحبة بتطلع على ظهر المفصل الإيد، بتعطي منظر، بعد فترة بصير عندي مؤلم، تختار مفصل الباهم
مفصل العقب، على وتر آشيل، على مفاصل الإيدين الصغيرة. التشخيص 100% هو الحقيقة نحن منفوت على هالمنطقة هي بنسحب بزل ومندور تحت المجهر على البلورات اليوريك. هلأ ارتفاع حمض البول بالدم هو أحد أهم الاختبارات اللي بنعملها للمريض. في مرضى عندهم طبيعي عندهم حمض البول عالي، عندهم ما بيكون عندهم أعراض. المرض هذا بصير عند الرجال أكثر من النساء، النساء بعد ما تقطعت دورة الطمس غالبا بيقولوا هيك بصير عند المرضى، لكن غالبا بصير عند الرجال. قلة الحركة، الأكل، أنواع معينة من الأكل مثل ما قلنا اللحومات والبيرة والطونة. المريض بده يعمل حسابه، مريض النقرس بيعمل حسابه، أنا صار عندي مرض نقرس، بيجي لعندي على العيادة آكل أكلة مزعوج جاي لعندي على العيادة عرفان أنه هو مذنب. يعني المريض ما بيجي، ما بتصير عنده الهجمة هيك من لا شيء، في عندي سبب، المريض بيكون آكل بيكون ما داير باله على حاله فبصير عندي الهجمة. هلأ أنه أنا أمنع هالهجمة هي أنه أنا أقول له للمريض يعمل حمية. من أهم الحميات للمرضى هو أن احنا نروح نتجه باتجاه خضروات، نبتعد عن أكلات فيها بروتينات، المشي، الرياضة. الرياضة ما بتحمل كبير عبء على المفاصل، هذا موضوع كتير مهم، أنه أنا بدور على الرياضة الخفيفة، المشي، الدراجة الهوائية، السباحة، هالأمور هي اللي نحن ما فيها حمل عبء على المفاصل. في حركة دائمة بتكون للمفاصل بحيث ما بيكون في، يعني بيكون في عندك نشاط لهي المفاصل بشكل أكبر. تمام. هلا بتلاحظي مريض النقرس في الصبحيات ايديه يبسانين، بيقول لي دكتور انا ايديه يبسانين ما عم احسن احركهم، فيكون عنده وزمه، بصير عنده يبوسه من المفاصل. مع النهار نحن مطلوب من المريض يشرب كميه كبيره من السوائل من المي. يجب على المريض ان يشرب كميات هائله من المياه اللي بتطرح. هلا في عندنا نحن العلاج، رح ندخل نحن في موضوع العلاج. العلاج رقم واحد هو الوقايه. هادي اسألك عنه، يعني عم نحكي عن العلاج الوقائي، كيف نقي أنفسنا لحتى ما نوصل لهي المرحلة؟ يعني عم تقول عن مراحل متطورة جدا، بس أنا لو بلشت بطريق الوقاية ما بوصل لهي المرحلة فعليا. خلينا نحكي نحن في عامل الوراثي له دور. هذا موضوع الوراثي له دور. هلأ الشغلة الثانية، الإكسار من الأكل اللي حكينا عنه، اللحوم هاي، وقلة الحركة اللي ما في حرق، ونحن ما نشرب مياه، كمان هذا عامل ثاني. البدانة، مرضى السكري، ارتفاع الضغط، المرضى اللي بياخذوا مدرات، هذول بصير عندهم هالشيء هذا. فاذا نحن اذا بدنا نقي، نحن عباره عن الوقايه هي من الطعام، هذا رقم واحد. الوراثه قلنا موجوده. الحركه، على طول المريض اللي بدي يعمل حسابه انه انا ما يصير عنده يتحرك، يعمل الرياضه، المشي، الدراجه، الحركه اللي بتحرق اللي على طول بتساعد على كمش البلورات وطرحها برات الجسم. بعض الاحيان بيكون عندي انا بعض المشاكل بالكليه، بتكون في عندي كسل بالكليه ما بتطرح البلورات، بتترسب، ومثل ما قلنا بتترسب بتروح على المفاصل. هلا اذا انا بدي اقي مريضي من هذا الموضوع، رقم واحد هو الطعام. هذا الدور الأساسي. الشغلة الثانية نحن الإكسار من المياه والرياضة. هلا هذا اللي نحن الشق الأول، وهذا له نتيجة، هذا له 70% وليس 30. 70% من العلاج، 30% بس في الدواء. طب خلينا نحكي عن الدواء. يعني دائما نحن بنقول نمط الحياة كثير ضروري ومهم، وفي كثير من الأمراض نمط الحياة أساسي فيها، خصوصا أمراض المفاصل، بعض أنواع الرياضات، أحيانا رياضات المعالجات الفيزيائية. هل تنفع أيضا بهذا النوع من الأمراض أو لا، مثل مرض النقرس، ولا هو فقط حمية غذائية وعلاج دوائي؟ حمية غذائية وعلاج دوائي ورياضة. الحرق، بدنا نحرق، نحن بدنا نشرب كميات كبيرة من المياه. المياه رقم واحد. المياه نحن إذا كان عندي المريض ما عم يتناول كمية معينة من المياه بالنهار، بين 2 ل 4 لتر من المياه، بيصير عندي ترسب كل هالمواد السامة في الجسم. المياه بتساعد على طرح كل هالمواد السامة عن طريق الكلية. الشغلة الثانية نحن الطعام نحن بدنا نأكد عليه. هلأ الدواء هو عبارة عن تحسين حالة عامة للمريض. صار عندي هجمة، باخذ العلاج، بطلع من الهجمة، برد برجع للحمية تبعي.
الاهم شيء نحن بالنسبه لنا لما قلت لك انا الوارد، هلا العلاج الدوائي هو عباره عن علاج دوائي للحاله الحاده. في مريض بيقول لي انا دكتور ممكن انه اخذ انا حبه حمض البول بروح باكل لحم او باكل، هذا غير كافي. يعني انا مريض عنده نقرس حتى لو اخذ دواء ما كثير انه انت تتاملي انه ما يصير عنده هجمه. هذا موضوع مهم. هالثقافه هي احنا يعني مريض النقرس بيعرفها، صحيح. انه انا روح عندي والله حفله مشاوي روح اخذ حبه حمض البول او شو، ما بتزبط القصه. بدنا حميه، ما احنا ما عندنا مانع الانسان روح ياكل، يعني هذا ممكن قطع طبيعي هذا الحكي، يعني نحن الكميه الهائله اللي الجسم صعب انه يطرحها ما في مانع. يعني الانسان يعني حتى مريض السكري احيانا بيشرب بياكل حبه عنب، بس كمان نحن ما بدنا نحن ناكل كميات كبيره، ما في مانع ولكن ضمن حدود معينه، وطرح المياه والرياضه بالاضافه للعلاج الدوائي. هلا العلاج الدوائي نحن له انواع. الحاله الحاده اللي جاي فيها المريض عنده احمرار، عنده التهاب، عنده الم، نحن بدنا نعطيه ادويه لهالحاله هي. هالمريض هذا اللي جاي نحن بدنا نعطيه اول شيء مسكنات، مضادات التهاب لاسترويدية رح نسميها. مضادات التهاب لاسترويدية بتخفف الوزمة، بتخفف الألم، وبتخفف حالة الالتهاب. الشغلة الثانية نحن بنعطيه كمان مضادات وزمة ومسكنات ألم. الشغلة الثالثة نحن بنعطيه بعض أنواع الأدوية اللي هي مثل كولشيسين مسكن ألم شديد جيد جدا هذا. والأدوية اللي بتربط تمسك ذرات اليوريك وبتطرحها. لذلك نحن بدنا مياه. نحن بدنا نعطي دواء اللي بيمسك بيحاول انه هو يخفف عبء على المفصل هي، بيروح على المنطقه اللي فيها عندي فيها التهاب، عندي بصير استقلاب سريع للمنطقه، بيمسك الذرات وبتنطرح عن طريق البول. بنلاقي نحن والمريض هذا اللي جاي نحن بنحاول انه نريح له مفصله، مفصل ركبه، مفصل بيكون مرضان تعبان، مفصل الباهم، احيانا بنضطر نحط له جبصين للمريض. الجبصين هو هدفه عدم تحريك المفصل، لانه تحريك المفصل يسبب لي الم، والالم مزعج عند المريض. يعني هجمه النقرس مؤلمه جدا وما بتمرق خلال ساعه، يعني انه ساعتين ثلاثه، بدها على الاقل 24 ل 48 احيانا 72 ساعه لحتى تمرق. كميات كبيره من المياه، مضادات التهاب استرويديه، مسكنات الم، والادويه اللي بنعطيها نحن الخاصه للنقرس. هلا دواء خاص للنقرس هو عباره عن اللي نحن بنسميه اللوبرينول. هذا عباره عن دواء فيه له اسماء تجاريه موجوده بالاسواق. هو عباره عن علاج دائم للمريض. هذا العلاج دائم. مرضى النقرس اللي عنده المشاكل النقرس حقيقه بتاثر المفاصل بشكل فظيع. يعني مريض نحن عمره 45 او 50 سنه بنطلع على الصوره الشعاعيه بيكون المفصل سيء. للأسف الشديد بيكون سيء. وقت بنعمل جراحة نحن بنفتح بنلاقي عبارة عن تجبنات بالمفصل. للأسف الشديد يعني منظر ما هو جيد. ممكن وقاية، طبعا ممكن وقاية بالكلام اللي قلناه. أما السيء أنه المفصل بيشيخ على بكير، بيهرم، بيتنكس، بيلتهب، يفقد المرونة، وبصير ألم مزمن عند المريض هذا. الأدوية مثل ما قلنا نحن مضادات التهاب الأسترويدية ومسكنات ألم ومضادات وزمة. في أدوية نحن بنسميها الألبرينول، هذا المريض بياخده بشكل مستمر على طول. مو صار معي هجمة، ما صار معي هجمة، بحط أنا الظرف، بيقول لي دكتور أنا بحط الظرف في جيبي وتروح على العشاء بأخذ، لا، هذا دواء دائم. هلأ مضادات الالتهاب هذا عند الهجمة، الأدوية اللي نحن نقول عنها المضادات الالتهاب هي عند الهجمة، أما الدواء الثاني الألبرينول هذا يؤخذ دائم. والمريض بيعرف حاله، يعني المريض بيجي لعنا على المستشفى أو على العيادة بيعرف حاله، دكتور أنا جايتني هجمة، مأذنب أكل، يعني مالي داير بالي على حالي، صار عندي هجمة. يمكن أكل ذكرت أهم شيء هي الوقاية خير من قنطار علاج. الالتزام بالوقاية مثل ما قلت واستشارات الطبيب بتقي كل مريض الوصول لهي المرحلة الخطيرة. نتشكرك أكيد دكتور جهاد الحاج إبراهيم أخصائي في الجراحة العظمية على وجودك معنا. شكرا لحضرتك.